يقول: هل صحيح أنك إذا كان لك حاجة أو مريض تقوم قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين وتتوضأ وتقرأ سورة ياسين والفاتحة وتكررها 4 مرات، وعند البداية في قراءة سورة ياسين تقرأ كلمة ياسين 7 مرات، وإذا وصلت الآية 28 أي قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، تقرأها 14 مرات، وإذا وصلت عند قوله تعالى: سلام قول من رب الرحيم، تكررها 7 مرات، وإذا وصلت عند قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض الآية، تكررها 13 مرة، وتكمل قراءة السورة وتصلي ركعتين وتدعو بما تشاء. هل هذا صحيح؟ وهل الدعاء في هذه الحالة مستجاب ومشروع؟ جزاكم الله. هذا كله باطل ولا أصل له، هو بدعة ما أنزل الله به من سلطان. ومن أسباب الشفاء الرقية، وأن يقرأ على المريض، يقرأ من القرآن ويمسك عليه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قد رقى صلى الله عليه وسلم ورقي، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولما أخبره نفر من أصحابه في سفرهم أنهم قرأوا على نبيه سورة الفاتحة فشفاه الله، وقال: فإنما نسك من عقال. قال: وما أدراك أنها رقية؟ فالفاتحة رقية. كذلك المعوذتان: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. وكذلك بقية القرآن كله شفاء ورحمة وهداية ونور وشفاء من الله سبحانه وتعالى. يرقى المريض ويقرأ عليه، أما ما ذكره السائل من قراءة سورة ياسين في وقت معين وترديد آيات منها، هذا لا أصل له، هو بدعة ولا يجوز فعله، لا يجوز فعل هذا. لا، جزاكم الله خيرا.